باسم الآب والابن والروح القدس، الإله الواحد أمين. اليوم هو يوم الثلاثاء من الأسبوع الخامس من الصوم الكبير. نقدر نقول أن النهاردة ممكن نسميه يوم حفظ الرأي والتدبير. الآية اللي بتتصلى النهاردة في قداس الصوم نسمعها في الكنيسة: يا ابني لا تبرح هذه من عينيك، احفظ الرأي والتدبير فيكون حياة لنفسك ونعمة لعنقك، حينئذ تسلك في طريقك آمنا ولا تعثر رجلك. الوصية والنصيحة النهاردة: احفظ الرأي والتدبير. احفظ يعني احتفظ، والرأي هو رأي الحكمة. اسمع رأي الحكيم، اسمع رأي أب اعترافك. وإحنا عارفين المقولة المشهورة في البستان: وسأل أخ شيخ، الذين بلا مرشد سريعا ما يتساقطون في الطريق. تدبير هو العمل بما سمعته من الحكمة. طوبى لذلك الشخص الذي يبحث عن رأي الحكيم ويسلك بحسب تدبير أب اعترافه أو مرشده الروحي. نشوفكم بكرة، وربنا يفرح قلوبكم.